السلام عليكم مرة ثانية، لسه في نفس المكان نشوف الهبوط مع بعض. في مخاطبة مع بعض. هي واحدة مطالبنا نحققها، مجلس التشريعي لجان المقاومة فقط. زوار وزوار. بس المجلس التشريعي ده لو طلع هو زي الحكومة دي وطلع زيهم دي. نشيد مكتب نفس الترتيب ونفس الحاجة. لسه بنحرك. اصحى سؤالك شنو محاسبه البرهان وجرى منه مرتين بيجري بتحاسب محاسبه البرهان بيجري خرق الوثيقه الدستوريه صح كيف هتحاسب تجمع المهن بس يا مصعب في حاجه رايحه عليك نحن دوشنا والله يا مصعب يا اخوي انت عارف كده هو يمارس عمل سياسي وليس عمل نقابي تجمع المهنيين الان هو يمارس العمل السياسي اكثر من انه هو عمل نقابي ما كده يا شباب يا شباب احنا ما نحن ما خرفان ولا كلاب عشان وكده يفكونا ويربطونا سووا كده واعملوا كده نحن ناس متعلمين وعارفين ممكن ندير البلد دي كده تمام ما بطريقتهم ولا بالشلاليات حق التجمع السلام عليكم في وسيله بتاع التواصل مع الناس زي كده الحوار بتاع البشير انا حذرنا منه والله يكون في كتابه يا اخوي الله يوصلنا وزن يكون كل يوم هنا يكون اذا كان عندكم لا جرب انك كنت دائما صحفي ده جاي لمؤتمر صحفي انا في محل فين جريت كويس لانه ما عنده لك اجابه انا سياسية ولا بننفذ لأحزاب سياسية، لا بننفذ للقحاضة، لا لإعلان الحرية والتغيير، لا لأحزاب سياسية. التجمع حاضر حقيقي، حزام طبعا. التجمع كان هو جسم نقابي، الآن نحن ثوار أحرار غريب عليهم. عندنا الدرس الشارع مطلب والشارع هو اللي بيجيب لنا حقنا وبس، غير الشارع ما عندنا حاجة. الشارع بس، الشارع ده هو اللي بيسقط النظام، والشارع ده هو الشارع ده أنا أقول الشارع لازم الشارع بس عبد الثلاث من البلد تركوا سيوف الصالح وشلاليه وبيجنيوا انت عارف كده الحاله الانسه انا بزعل انا بزعل انا حاسين ده لنا نحرك لستك ونقعد هنا ده كان جوه عشان نولع لستك هنا في الخشم الباب ده وكان يخش ما يخش هو ذاته بتاع تجمع المهنيين ده هاي تمام هاي تجمع المهنيين يشتغل شغل انت جنبك بزر يا عم اللي اعتبرنا قاعدين تمام الشارع برا وخلينا في محل هم شغالين في شغلتهم تجمع المهنيين الشارع هو الموضوع اللي يحل ما يعلمون الشارع نقفل الباب ده الشارع بس حتى لجان المقاومه ما يقفلوا هنا ما يقفلوا ولا يصير حنجاب نهار حنجاب شهور ولا يقفلوا يمرق بالحر يا ابو العديل يمرق بالحر 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 كانوا بيضيفوا قدام المطعم كانوا بيضيفوا قدام السلاح كانوا بيضيفوا قدام المطعم وين حق الشهداء وين حق الشهداء وين حق الكشة وين حق الكشة وين حق عبد العظيم وين حق الشهداء طبيعوا شوفوا الفيل وين سرقوا الشباب وسرقوا صورتنا واحنا قاعدين في التصويت في القياده جابوا لنا مناشير وزعوها في لحظه كان المجلس العسكري قلبت تجمع ما يمثلون ولا يمثلون الشعب السوداني ونحن في نفس اللحظه كنا
تسقط بس. انت حتى كلنا كشيوعيين كسنيين كاسلاميين كان كنا الازرق كنا قلنا كالمده كانت في وحدتنا وحدتنا في قوتنا كنا تسقط بس. تجمع المهنيين يشتغل شغل سياسي ما شغل نقابي. الان هو ما بيقود الشارع بصوره نقابيه. طيب رسالة لكل الشعب السوداني وللثوار الأحرار وللمناضلين لجان المقاومة لجان المقاومة حق الشعب السوداني أمانة في رقبتنا يا لجان المقاومة ولجان مقاومة مستقلين حق الشهداء لجان مقاومة مستقلين ليس مسيسين وليس محسبين وليس محسبين إيوه لجان مقاومة مستقلين وطنيين محبين لوطنهم فقط محبين للوطن. الوطن هو المواطن حق الشعب السوداني أمانة في رقبتنا حق الشهداء الماء حق الشهداء أمانة في رقبتنا حق عبد العظيم أمانة في رقبتنا. الكلام ده واضح تصعيد صبري تصعيد صبري يا عبد الجار المقاومة تصعيد صبري والسلام عليكم. هننزل زاد وحديد خلينا نولع فيها اللوحة زادة تقدر تجيب لنا الكلام الكثير دي هننزلها قاعد بنزيل. والله يا شباب انا ما اتفق معاكم يا زول اللوحة مش انا سيبك 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 انا يا شباب الصبح الصبح الناس دي الشباب ما شارك في الحكومة دي وين لا انتقالية لا حرية على الشباب لهم تنصيب في المدرسة السيادي على الشباب دين لهم تنصيب في المدرسة السيادي الشباب دين تابعين الناس من بريطانيا ومن هولندا ومن فرنسا. هل وزير الشؤون هل وزير العدل كان متصل معنا في القياده العامه؟ وزير غايبة ما عندنا كفاءات في القياده العامه ما عندنا كفاءات ما عندنا شباب كفاءات نفس شغلك كيزان من المغرب كله تقاطع وصفات تفتيش تلعبون الكيزان دير الكيزان دير الكيزان تمام في ماشي يتغير راح في حاله تفتيش وين الحريه وين السلام وين العداله. انا شخصيا كسوداني وطالب وكخريج مليت انا ولا ما مسلمين حراميه مبتزغه بتاع الشيكات خلاص شو اللي ليها شو اللي ليها شو اللي ليها نحن نرجع تاني الغيابة من جديد خلاص الشو هذا وين أنا بسأل الليلة وين حق الشو هذا أنا سعد أتكلم الليلة أمشي العباسية يقول لي حقها قدام الدار أكثر من على ساتي وين حق الشباب لبتين نسكت يعني لبتين نسكت الشباب والله ظلمتونا بياتوا رعنا سلام يا وين الله كوالله يا سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام شن البشير صلاة صلافة ويغلبنا انه رافضة زي دي وانا استعلم زي ده بنشير انا بتكلم بشير انا اي حاجة منه ما استجمل حق الشعب انا بتكلم بخيرك بكل صوت عالي لاني جنبي بري وتستورني من اثنين بكل فخر بتكلم من بري ومن العباسية تمام بصراحة لازم يوعى الناس ده ضيعونا الحال في حاله ما فيش يتغير داري حق الشهداء بس لا كولومبيا حق الشهداء خلاص شعب عمل لعب عنوان جنب جنب السودان بتاعت منظمة سرقة جديدة زي رؤية الشهيد نحن بصراحة مليت وانا من الناس مليت نرجع تاني تسقط بس المهنيين الحرية كلها لا برعان لا حمد كلها تاني ونسى انا مليت في زول معي بس تصير ثوري المناضلين المحبين للوطن الشعب ده وكده انتفض وطلع وقال تسقط بس ما كان عندنا هنا حاجة يسيبها بدون مقاومة ولكن عنده تجمع المهنيين ده ذاته وقد كان غاية الحراك ده من موكب لموكب من حي لحي من مركز لمركز ما كان ظاهر في الصورة ما كنا بنعرف نحن تجمع المهنيين الغايد منه هنا نحن بنتبع من صوراته فقط. الآن يا شباب هاي الثورة دي حقت الشعب السوداني كله والحرية والتغيير بقى حرية بتاع الشبكات فقط الشعب السوداني غانم محاصر يا شباب نحن لما كنا قاعدين في القيادة العامة عندنا رأي معين تجاه الحرية والتغيير لأنه خدانا زي الغنم والخرفان قاعدين كده في الشمس
تجينا بجاي عملت شنو في المواقع عملت شنو في المفاوضات عملت شنو نحن ما فاهمين حاجه مروحين لنا عديد جينا لنا تجمع المهنيين ولما نحن بارينا تجمع المهنيين من قبل السقوط تجمع المهنيين قال هو عمل نغابي لكن بالعكس ما اكبر انه هو بيعابي ما اكبر شغل على الجهات السياسيه ما اكبر الجهات السياسيه الناس ما عندنا علاقه بالسياسه ما اكبر احنا بدنا نقدم شروط ما عندنا علاقه بالسياسه ما اكثر من كده يا جماعه حقيقه نتعامل على الارض الواقع بحقيقه نتكلم بحقيقه ما عندنا شيء تمام ديل بيمارسوا في عمل تجاهات سياسيه ونحن ما عندنا علاقه بالسياسيه مفترض تجمع المهنيين يكون كل شباب في لوتر يكون كل شباب في لوتر قاعد هنا عشان يقدر يطالب بحق الشعب ده ما بالكم تعبنا وحاجات تروح حساي في ناس ماتت الناس اللي ماتت ما عندها علاقه ذاته بالاحزاب ما في حزب انا درديكم عايز ادو خطوه في اضامكم يا شباب عندنا عندنا شباب اللهم صل على سيدنا محمد شباب اللامب 9 معتقلين من شباب اللامب 9 معتقلين في سبات شنو فردي واحد من الدعم السريع عسكري واحد من الدعم السريع 9 دل من فضل الاعتصام لحد الان معتقلين الكلام ده تعلموا انتم كلكم شوفوا يا شباب طيب الدعم السريع ولا الجيش ولا الامني ولا الشرطة قتلت بيننا كم شهيد يا شباب قتلت بيننا كم شهيد وقطعهم حطهم في البحر وين حكم وين حكم جاي الليلة جاهز الأمن القضائي خلاص الجهاز القضائي قابض لي 9 واثنين وسوار احرار 8 شهور من اللامب 8 شهور مين فضل الاعتصام ودال علينا كتلونا في القياده وجدعوا اخواننا في البحر في النيل لحد الان ما في زول تبلوه جينا للتجمع قلنا لا التجمع صح الدرس مطالب الثوره حق الشعب السوداني حق الشهداء ما اشتغل بين الشغل قفل مكيفاته دي وقفل بيبانه وضرب ضربوا الكندشه ضربوا الكندس محمد نادي رسام داك يا ويش في أمريكا ما عارف حمدوك أمريكا خلاص ما عارف فلان احنا دارين حق الشهر حمدوك خمس في جمود جلس مع غوش خلين في مطلب أساسي حق الشهر الكيزان وينم الكيزان وينم الحزب حق الكيزان الحزب الكيزان قاعد يجلس مع الكيزان حمدوك جلس مع غوش طيب يا شباب الرسالة اللي احنا عاوزين نختم بها يا شباب لجان المقاومة حق الشعب السوداني أمانة في رقبتنا كلنا تصعيد ثوري يا لجان المقاومة تنظموا المواكب دي انتوا يا لجان المقاومة لجان المقاومة المستقلين الثوار الأحرار الأشراف تنظموا المواكب دي زي ما سقطنا علينا حكومة البشير تسقط الآن بيقول تسقط الحكومة حكومة جحا حمدوك وجابوه رسالة لحمدوك حسن الرسالة الأخيرة أنا بتكلم الليلة تذاكر القنوات الفضائية خلاص كل السوشيال ميديا تطابين تنتهي خلاص أنتوا هسه بتصوروا الليلة تعملوا لك الكاميرا بتصوروا ما في أحد يتصور بتودوها وين أنتوا الإعلام الحكومة الثانية المشجعة في بلد البلد أنتوا الحكومة المشجعة في البلد للنيل الأزرق للسودان ل 24 سودانية كلكم يا إخوانك الضابين بتصوروا وبتمشوا أنتوا ضلايف 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 حيكون ماشي ضلايف أنتوا ما مني خلاص وفي الختام ما تنسوا في العباسية وفي بري حنرجع ثاني قيادة والمرة دي حنكفلها تكون السودان كلها شهداء زي ما فات اخواننا نعم فضل الاعتصام كولومبيا جرائم كثيرة مدنية خيار الشعب برية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب والدعم السريع والشرطة والقوات المسلحة كل ما بيعملوش دارين نعلم موكب عملي عديد نكون واضحين لها دارين التجمع ده نقفل عديد دارين نقفل التجمع زي كلامنا عشان ما يكون هو نسساء يوم نجي نتونس ونرجع بيوتنا تجمعه مش بيجي واضح يمثلنا نقفله ولا كلامي غلط بيمثلكم امشوا اقعدوا في بيوتكم ما بيمثلكم تقفلوه عشان ما يجي يخشوا ويمرقوا فينا هنا زي بعدين حمدوك ده قال انا الرئيس كل السودانيين بالله انت ما رئيس ولا اي زول
لانه مهما يسالوك ده رئيسنا يا زول رئيسنا ونص ما رئيسك رئيسك انت بتمثل انت ما رئيس يا ده ردك شنو يا حسن هاي النجاح رئيس ناس مجلس مع رموز النظام الباين ها انت بتقبل انت حضرتك رئيس يا جماعه يا جماعه الدوله اهم شيء يا جماعه ما بس بجيبوك عندك المعلومه انا يلا سيد احمد زي ما سمعتوا في زي نفرين ثلاثة هم كانوا بيتكلموا في انه يحصل تصعيد وواحدين بيقولوا يشيل مع المهنيين برا يشيل اليافطة والحي جاردن سيدر هذي ده هو مولع بالأصوات العالية دي لكن في النهاية هي بتكون أصوات يعني معروفة جاية من وين ما كلها طبعا عشان الزلمة يكون هو يتكلم بصورة بتاعت يعني نظرة الآخر التفاصيل زي دي بس الناس قاعدة هناك متواجدة في المكان ده عشان ما يبقى الكلام هي فكرة بتاعت نظرة الآخر والاستهداف والكلام اللي كان بيقول كيزان زمان أنا بشوف إنه ده محل وده ما خيار حاليا الناس اللي بيقولوا تجمع المهنيين ما بيمثلنا والتفاصيل زي دي حيبطر رجع لهم هم لكن في النهاية الناس اتفق في انه تقوم البديل اللي قاعد قدامك ده تقوم الجسم اللي قاعد قدامك قبل ما تفكر في بديل تاني لان الوقت هسه ما وقت انه نشوف خيارات تانية ما وقت الحاجة دي لانه هسه بقت في تفاصيل جديدة ظهرت في عوامل خارجية ظهرت اللي هو لغة حمدوك قبل امبارح في انتبه مع نتنياهو دي حتمثل ضغط على الحكومه كلها بمجلس السيادي بمجلس الوزراء واكيد تجمع المهنيين هناك طبعا باعتبار انه هو فصيل خلينا نقول هو زمان كنا نقول الراعي الرسمي انا كنت قاعد اقول الراعي الرسمي لثورنا الثالثه هسه هو الراعي الرسمي للحكومة دي وهو المفروض يكون الجسم اللي بيقيم الجسم اللي بيعمل المونيترينج الجسم اللي بيعمل يشوف البرفورمانس على الدولة ذاته الانتقالية دي فأنا مع انه الناس تقيف مع تيم المهم الوقفة المقصودة انه هو يعني وقفة بتاع التقييم مش زمان كان في الحديث انه انصر اخاك ظالما
مظلوما، الحديث انه مظلوما دينا هو يغلط تصويبه، احنا فضنا صويبهم يعني حاليا. و في واحد من الناس اللي كانوا بيتكلموا قالوا انه كنت يا جماعه هيك يبقى جسم سياسي ما نقابي. انا ما عارف انه الناس بيتكلم بانفعال ولا عندها تصور للحاجه دي، لكن في النهايه كمطلب من المطالب ما افتكر هو بيكون بالطريقه المتعجله دي. انا ما شايف الوقت مناسب انه تجمع المهنيين بجسم سياسي، وفي النهايه هو تجمع المهنيين كجسم نقابي بضم نقابات، النقابات دي فيها ناس زي ما فيها ناس فلوترز زي كده، فيها ناس منظمين كوادر بتاعين حزاب. فانا مع انه وما يختلط العمل العام بالعمل الخاص، وده وقت انه الناس تمرك ايديولوجياتها برا ايديولوجياتها السياسيه طبعا. لا نحس وطن ولا نحن في مرحله حنبنيه، محتاجين لكل الناس. التوجهات السياسيه والاراء السياسيه ممكن تكون هي الناس السقاده، التوجهات السياسيه والاراء السياسيه والايديولوجيه السياسيه بتبقى مرات زي هلال المريخ، بتعمل مشاكل وبتعمل خلافات. احنا محتاجين هسه نكون متوحدين اكثر قدام عدونا اللدود الكيزان ديل، قدام الناس اللي هم ما كيزان لكن عندهم مصلحه في انه النظام يرجع لانه كانوا مستفيدين منه. انا بتكلم عن الناس اللي اثروا ثراء فاحش وحرام في فتره التعاون مع 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 نظام الاخوان المسلمين في السودان مع الكيزان. فاحنا المفروض نقيف يد واحده قصاد الكيزان كحزب والكيزان كمنفعة والكيزان كدولة عميقة زي ما الناس بتقول. هي بس ما دولة عميقة، هي قد ظاهر اللي برا يعني، لكن ما افتكر انه وقت مناسب عشان نقيف قصاد الناس المتواجدين في المبنى ده. وفي النهاية تجمع المهنيين احنا المفروض نقيف معاه في الفترة دي، وقفتنا انه نقومه زي ما قلت قبل شوي يعني. أنا شاكر لكم شديد للمتابعة، نتلاقى مرة ثانية في لايف ثاني، لايف توثيقي لإبداعات ثوية عملت بعد مجلس القيادة العامة، أو لايف له علاقة بالحاصل في البلد، أو لايف كنقاش طولت أنا من النقاشات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتلاقى إن شاء الله في فضاءات أرحب بإذن الله.